مساء الخير عليكم، مساء الخير، أزول في اللون، والسلام عليكم. مع العدد 25 من هذه السلسلة العامة، أيضا نكمل ما بقي، ما تبقى عندي من الأسئلة كما قلت قبل ما ندخل في المحور الجديد. صديق مجيب، صديق لي اسمه مجيب، أرسل يقول عنده سؤالان، عنده زوج أسئلة. الأول يقول: هل نستطيع نشر التنوير ونحن نرى الارتباط الكبير بين النظام والتيار السلفي الذي ينبني أو يتبنى عفوا الذي يتبنى التيار السلفي الذي يتبنى خطاب عدم الخروج على الحاكم أو تحريم الخروج على الحاكم، حيث ينشر هؤلاء أن الدولة تحب السلفية ليس حبا فيهم بل حبا في أفكارهم في تحريم الخروج على الحاكم. سؤال ثاني يقول: هل نستطيع إصلاح الخطاب الديني والتراثي بحصص أمثال سؤال جريء، هي الحصة تاع البرنامج تاع قناة الحياة وصندوق الإسلام تاع حامد عبد الصمد، ونحن نعلم أنهم ينتقدون الإسلام كاملا. بالنسبة لقضية علاقة الدولة وعلاقة النظام في الجزائر بقضية بالتيار السلفي أو ما يعرف بالتيار السلفي أو الوهابي، هذا التيار الذي في الحقيقة هذا التيار يعني ما يقال عنه أنه يتبنى خطاب عدم الخروج على الحاكم، نعم هو يتبنى هذا الخطاب في الواجهة، يعني يتبنى هذا الخطاب بشكل هكذا يعني بشكل علني في العلن، أما في الإطار السري في يعني في الكواليس عنده خطاب آخر، يعني هذا التيار عنده خطاب آخر، ولكن هذا الخطاب لا تبيعه المساجد ولا تبيعه تبيعه أجهزة أخرى، أجهزة أمنية أخرى تبيع هذا الخطاب، هذا الخطاب خطاب التكفيري والخطاب التكفيري خطاب الخروج على أو 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 الجهادي كما نقوله، الخطاب الجهادي والخطاب التكفيري هذا تبيعه أجهزة أخرى. أما هذوك الدعاة اللي أنا نقدر نسميهم دعاة تاع السلفية الوهابية، تقريبا دعاة من النوع تاع الكيوت أو لايت إلى حد ما، أن كيوت ورايت بمعنى أنهم يتبنوش أو يرفضوا الخروج بالسلاح ضد الدولة، هذا هو الكيوت تاعهم أو الكيوتية أو اللايكية اللايتية تاعهم منين جاية. فإذا هذوك واجهة، هذوك هما الواجهة الرسمية، هذاك هو الخطاب الرسمي. حتى لو ذهبت مثلا إلى المملكة السعودية مثلا ستجد الخطاب الرسمي في السعودية يرفض، لا يتبنى الخروج على الحاكم ويرفض هذا بشدة يعني إلى آخره، ولكن في الكواليس هناك شيء آخر. المشكلة أن الدولة السعودية تتبنى الخطاب، يعني الخطاب الذي يحرم الخروج على الحاكم تتبناه علنا، ولكنها في 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 الكواليس سرا يعني ومن خلال أجهزتها الأمنية تبيع خطابا آخر في الخارج. إذن هي هذاك الخطاب تتبناه في الداخل، يعني في داخل الدولة تاعها باش ما يكون مش عندها مشاكل، ولكن الخارج في بقية المناطق تاع العالم يسمى العالم الإسلامي أو بقية المناطق تاع العالم بشكل عام، أوروبا أمريكا إلى آخره وآسيا، هي في روسيا وغيرها، هي هنا تتبنى خطابا آخر تبيعه، هو الخطاب الجهادي التكفيري تبيعه إلى بقية العالم. داخل بلادها هي عندها هذه الواجهة تاع تحريم الخروج على الحاكم، وهي عموما الواجهة اللي يقابلوا بها السلفيين والوهابيين جمهورهم في مساجدهم أو في حتى في المدرجات اللي راهم مع الأسف محتلينها في الجامعات إلى آخره يقروا فيها. فإذا هذا موجود، لكن احنا هذا الشيء كله ما يهمناش، لأن احنا كتنويريين أو كعلمانيين أو كمواطنين يعني نقديين كجيل يعني نقدي، عندنا هذا عندنا المسار تاعنا وعندنا يعني الاتجاه تاعنا، وايضا عندنا مشروعنا الذي نحاول ان نسير فيه وطريقنا الذي نحاول ان نسير فيه تدريجيا، ولا يهمنا يعني حقيقه انه هذا التواطؤ يعني موجود ما بين النظام والتيار السلفي، موجود يعني نلاحظه ونعرفه ونجده ونلمسه في الاعلام المقروء وفي الاعلام المرئي، ونجده ونلمسه أيضا في الخطابات الرسمية وغير الرسمية، يعني هذا موجود حقيقة، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقوم بعملنا كما
بكل الوسائل القانونية، بكل الوسائل التي تتيحها أو تتيحها القوانين والدستور، كل الوسائل القانونية والدستورية يعني نسير فيها لتحقيق ما نريده أو للوصول أو للقيام بواجبنا، لأنه هذا واجب، هذا بالنسبة لنا واجب. دونك هذا واش نقدر نقول بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، الخطاب الديني، يعني أن قضية الحصص، شوف احنا ينبغي أن نسمع للجميع، يعني ممكن مثلا كما برنامج نتاع سؤال جري، وبرنامج مهم حبينا ولا كرهنا، وبرنامج مهم، برنامج مهم لأنه يستقطب الملايين في العالم الإسلامي، وربما حتى في العالم غير الإسلامي يستقطب الملايين، برنامج مهم جدا لأنه برنامج نقدي، لا حتى ولو هو أحيانا يدخل في هو موجه، يعني كأنه يبان، يعني كأنه موجه خصيصا لنقد الإسلام، ولكن مهم. لماذا؟ لأنه يجعلنا نرى أنفسنا في مرآة الآخر المسيحي، لأنه قناة الحياة اللي تبث هذا البرنامج نتاع سؤال جريء هي قناة مسيحية قبطية، يعني مسيحية، فتسمح لنا أن نرى أنفسنا بكل نزاهة وبكل شفافية في مرآة الآخر القبطي أو الآخر المسيحي أو الآخر يسميه كما تبغي، المهم المختلف، الآخر المختلف، وما يهمش بعد ذلك أنه يكون مسيحي أو غير أو علماني أو يعني مسيحي أو يهودي أو حتى ملحد، المهم الآخر، نرى أنفسنا ونرى قناعاتنا ونصوصنا في مرآة الآخر. كي نقول أنفسنا يعني نقصد المسلمين بشكل عام، ما نقصدش أنا ذاتي كشخص يعني، وإنما نقصد المسلمين بشكل عام، نرى أنفسنا في مرآة الآخر. إذن هذه البرامج كلها مهمة اللي ذكرتها لي، سواء سؤال جري تاع الأخ رشيد، ولا سواء صندوق الإسلام تاع الباحث حامد عبد الصمد، يعني أو غيرها، يعني حتى ولو هذه البرامج، يعني أو حتى برنامج البط الأسود مثلا تاع الأخ إسماعيل، يعني اللي هو برنامج مصري أو غيره، يعني كلها هذه برامج، وربما نذهب أبعد لأنه هناك برامج ثانية أيضا شوية لاذعة، وأحيانا تدخل حتى في باب يعني لاذعة جدا، يعني تدخل أحيانا حتى في بين قوسين البذاءة شوية، وهذاك كما برنامج هذاك الصديق أو اللي مسمي روحه لا أعرف اسمه الحقيقي، ولكن هو يسمي روحه مولانا مصري أو مولانا ملحد مصري أو مصري ملحد، ويتكلم ايضا بتحامل عاطفي يعني قوي ضد كل ما هو ديني الى اخره، ولا هو حججه ولا هو الى اخره، لكن اسلوبه شويه ايضا مستفز ويصل احيانا الى حدود البذاء، ومع ذلك ايضا هذه كلها تبقى رؤى ومرائي، يعني جمع مرآة، تبقى رؤى وتبقى مرائي اللي تخلينا نشوف روحنا ولو في مرآة، ولو ربما تبان لنا هذه المرآة قاسية وأحيانا حادة، يعني كأنها موس حافي راهو يذبح فينا، ولكن هي مليحة. لماذا؟ لأنها ترينا الحقائق المرة اللي احنا أحيانا نغطيو عينينا أو نحاول نغطيو عينينا باش ما نشوفوهاش أو باش ما نسمعوهاش أو باش ما نطلعوش عليها. فهذه هي مليحة، حتى ولو كانت هذه البرامج، هذا النوع من البرامج ينظر إلى الدين من خارجه وينتقد الدين من خارج الصندوق ومن خارجه تماما، وليس من داخله، يعني كما رانا نحاولو احنا باش نديرو باش نعملو، ولكن مع ذلك نظننا بأن هذه البرامج مع كل ربما السلبيات اللي فيها، مع ذلك فيها الكثير من الإيجابيات، وأنا نظن بالإيجابياتها أكثر من سلبياتها، نظن يعني أنا نظن بلي، ولها هذا بالطبع، هذا بالنسبة لكل من يستطيع أو لمن يريد أن يستفيد من كل شيء، لمن يستطيع ويعرف كيف يستفيد من كل شيء ويستفيد من كل ما هو حتى من كل ما هو مختلف، يعني مش ضروري كل الناس لازم يفكروا كما احنا باش نسمعوا لهم، ممكن نستمع ونستفيد حتى من الذين يخالفوننا ولا يفكرون مثلنا، وحتى من الذين ربما يفكرون بطريقة يعني شوية
إذا نعم، أنا نقول بأن هذه كإجابة على الصديق مجيب، نقول نعم هذا النوع من البرامج الاستفزازية ربما لتبنى استفزازية، وهذا النوع من البرامج التي تنتقد الإسلام من خارجه وأحيانا بشكل لاذع جدا، كما قلت أحيانا يصل حتى إلى حدود بعيدة، هذا يقدر يكون مفيد لنا، هذا النوع من الحصص، لأنه هذه الحصص هي ربما تتبع أسلوب بتفاوت، يعني تتبع شوية أسلوب الصدمة ولكن بتفاوت بدرجات متفاوتة. يعني مثلا في قضية الصدمة، مثلا برنامج صندوق الإسلام هو صافت، يعني ما هوش يعرض الحقائق ولكن بأسلوب ناعم. أيضا برنامج سؤال جريء يعرض الحقائق ولكن بأدب، مثلا أسلوب الأخ رشيد يعني في برنامج سؤال جريء هو أسلوب يعني مؤدب مهذب، رغم كل الناس اللي وش يتكلموا عليه الآخرين، لكن يبقى هو مهذب يعني في أسلوبه، ويعرض نعم الحقائق بجرأة وبصراحة، ويعرض الوثائق والحقائق كما هي، ولكن يبقى يعني مؤدب ومهذب في خطابه. وهذا بشهادة، أنا شفت له المئات ربما عشرات من الحصص، وكل الناس اللي شافوه أيضا ممكن يشاهدوا له بهذا الشيء. أيضا برنامج صدق الإسلام، أيضا حمد عبد الصمد أيضا عنده أسلوبه، أيضا ولو كما قلت صادم شوية مباشر صريح، لكن يبقى مهذب أيضا في الله. وهناك ايضا من يدخلون ايضا برنامج الصندوق الاسود، حتى عفوا برنامج البطل الاسود ايضا في هذا ايضا يبقى في حدود، نعم يمارس نوع من النقد اللاذع ولكن ايضا في حدود الادب في حدود اللياقه. فانا في رايي هذه كلها رغم انها ربما برامج شويه تبان لنا مره شويه، ربما بالنسبه للكثيرين تبان لهم مره وفيها مرارة يعني عند الاستماع لها أو المتابعة لها، لأنها كما قلت هي يحسوها وكأنها نوع من السكاكين الحافية اللي قاعدة تذبح فيهم وفي معتقداتهم أو في أفكارهم المتلقات الجاهزة اللي عمرهم ما فكروا أنهم يكون عندهم الجرأة في مناقشتها. ولكن مع ذلك أنا نظن باللي على المدى الطويل هذا النوع من البرامج فيه من الفائدة أكثر من بكثير مما فيه من الضرر. هذا بالنسبة لأسئلة الصديق مجيب. يبقى لي أيضا سؤال تاع صديق أيضا ما ذكرش اسمه، يقول السلام عليكم، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد في الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. يعني في الحقيقة أنا هذا النوع من الكلام أصبحت شوية يعني أصبح شوية كلام مكرور، يعني كلام لا يقوم يعني على الحجة. هذا الكلام لو كان صحيح، لو أن العقل الصريح كما راك تقول لا يعارض النقل الصحيح، علاش اختلفوا الفقهاء؟ علاش اختلفوا المفسرين؟ علاش اختلفوا المتكلمين حد تكفير بعضهم بعضا؟ علاش إذا كان هذا الكلام لك تقوله صحيح، لماذا تعرض الخوارج والفلاسفة والمعتزلة، لماذا تعرضوا والصوفية أيضا، لماذا تعرضوا للتكفير، لماذا تعرضوا للقتل؟ يعني الآن مش معقول يعني الكلام اللي راك تقوله أنه النص العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، يعني هذا كلام ليس. أما بالنسبة لقضية أن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، هذا الكلام بالذات يعني هو الذي اعتمد عليه المتكلمون والفلاسفة الذين انتصروا للتأويل العقلاني ورفضوا كثيرا من النصوص، من النصوص القرآنية والحديثية، وأولوا الكثير من النصوص الأخرى المرتبطة بالعقائد يعني مثلا، والتي يدل ظاهرها على التشبيه. من الأمثلة على ذلك مثلا قوله في القرآن الرحمن على العرش استوى إلى أويد الله فوق أيديهم، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم، ويوم يكشف عن ساقين، إلى آخر الآيات المعروفة، الآيات ما يعرف بالآيات تاع المتشابهة أو الآيات المتشابهة. إذن الذي خلق العقل والذي أرسل إليه النقل، نعم، ولكن اللي يسودك المشكلة أنه هذا النقل مصطدم بالعقل، واش راح دير له؟ يعني هذا النقل يصطدم، ودليل الاصطدام تاعه هو الاختلافات الواسعة اللي وقعت. لو كان ما كانش هذا الاصطدام بين العقل والنقل، لو كان كاين توافق كما يقول السائل، لما وقع هذا الاختلاف الكبير والواسع.
قضية اللي كما قلنا من هذه القضايا الخلافية الكثيرة اللي دخلت في تسببت ووصلت إلى تسببت في اختلافات واسعة ووصلت إلى حد التكفير بين الفقهاء وبين المتكلمين إلى آخره. قلنا قضية الاستواء، قضية المكان، قضية اليد الوجه ويبقى وجه ربك، أيضا قضية القدم المذكورة في الأحاديث، قضية النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الحديث الصحيح ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، قضية العين ولتصنع على عيني إلى آخره. إذن هذه كلها. سؤال آخر يقول، ربما هو السؤال ما قبل الأخير، يقول كيف يمكن مساعدة الإنسان وإنقاذه من التطرف ودعوته إلى العقلانية؟ هنا نمد خطوط عريضة. يعني أولا علينا، يعني إذا كان حبنا نعاون الإنسان ننقذه من التطرف، صديق نساهمه في ما أصبح يسمى الآن في العالم راديكاليزاسيون، يعني أنه نبعدوه على التطرف على الراديكالية وندعوه إلى العقلانية. أولا ينبغي أن نكسب صداقته، لازم تكسب الثقة تاع هذا الإنسان وصداقة تاعه، تقترب منه من شخصيته إلى أقصى حد ممكن وبأعمق ما يمكن. هذا وهذا الموضوع أنا فصلته كثير، إذا كانت تحب تعرف التفاصيل تاع مسألة كيف تكسب صداقة تاع الإنسان والثقة تاعه، هذه تلقاها في سلسلة كيف ننشر التنوير بشكل مفصل، وهي موجودة في السلسلة تقدر ترجع لها. ثم الخطوة الثانية، من الضروري في البداية أن لا نصطدم مباشرة بقناعاته ومطلقاته، فلا ينبغي أن نصطدم في علاقاتنا مع الآخرين بالخصوص لما يكونوا مختلفين علينا، لا ينبغي أن نصطدم بشكل مباشر بقناعاتهم ومطلقاتهم القديمة، يعني قناعاتهم أو أفكارهم الجاهزة، بل علينا أن نكون مطلعين، لازم نكون مطلعين وبعمق على التراث والنصوص اللي هو هذا الشخص متأثر بها. هذا الشخص لازم علينا نطلع بعمق على التراث تاعه وعلى الأفكار اللي هو متأثر بها حتى نقدروا نحاوروه. يعني الخطوة الثالثة، ينبغي أن نلعب داخل ملعبه وليس خارج ملعبه. لما نحاوروا مثلا السلفيين ينبغي أن نلعب داخل الملعب السلفي، يعني نحاورهم ونناقشهم بنصوصهم ومن كتبهم ومن مصادرهم، يعني أن نحاوره في صميم قناعاته وفي صميم يقينيته، لنكشف له عن تناقضاتها الداخلية وعن نسبيتها، وكل هذا بطريقة تدريجية، طبعا طريقة ودية وتدريجية، طريقة صداقة، مش طريقة يعني ما لازمش توصل لنا درجة الخصام وهذاك حتى ما تفقدش الثقة وما تفقدش العلاقة، دون طبعا دون الدخول في مجادلات عنيفة. احنا قلنا باللي الجدال مش مليح، لا، عرض حوار وعرض حقائق، عرض معلومات، عرض رؤى، عرض تحاليل، ولكن ليس الدخول في جدال عنيف، لأنه هذا قد يؤدي إلى تخريب العلاقة تاعك مع هذا الإنسان. إذن المطلوب هو الحوار الودي اللطيف والهادئ، وليس الجدل العنيف الذي لا يؤدي إلى نتيجة. والمرحلة الرابعة أننا نجعله هذا الشخص، نجعله بالتدريج، التدرج مسألة مهمة جدا، بالتدريج أبتي دوز، يعني بالتدريج نجعله يكتشف أفكارا جديدة أخرى داخل دائرته الحضارية. مثلا نقترح عليه فيديوهات نشوفها، نقترح عليه حاجات صغيرة يقراها، مش عارف أنا، أي حاجات بسيطة، يعني إذن بالتدريج يكتشف أفكار أخرى داخل دائرته الفكرية، أفكار مخالفة أو مختلفة عن الأفكار التي يعتقدها. مثلا يكتشف قراءات أخرى للنصوص الدينية، يكتشف أفكار أخرى خارج دائرته الفكرية والقناعاتية، يكتشف أفكار عالمية، مثلا أفكار تاع فلاسفة عالميين كيما نيتش، كيما ديكارت وغيرهم، وهكذا بالتدرج أو بالتدريج تنكشف له أولوية العقل ونسبية النقل ونسبية أولوية العقل. وحتى العقل ما قلناش، احنا ما كانش اللي قال العقل مطلق، العقل نعم له أولوية ولكن حتى هو يبقى نسبي، وأيضا ولهذا احنا نقوله بنسبية الحقيقة إذا، لكن هو هذا الشخص لمثلا راديكالي أو سلفي أو هذا، ممكن يبدأ بالتدريج يكتشف نسبية الحقيقة ويكتشف أولوية العقل وينخرط في الرؤية العقلانية. هذا يعني هذه خطوات عامة باش نجاوب. السؤال الأخير من صديقنا اللي بعثوه وأيضا ما قالش اسمه، بعثوه بالفرنسية، يقول les lumières n'ont-ils pas dépassé la religion au 18e siècle en Europe؟ Oui, effectivement les lumières ont dépassé la religion. Les lumières elles ont déjà dépassé la religion مشير depuis le 18e siècle، يعني منذ مدى طويل عصر الأنوار تجاوز اللون. وأنا في قناعتي الشخصية
أنه الأنوار والمنجز الفكري الإنساني بشكل عام تجاوز الأديان، يعني تجاوزها، بدليل أنه الآن النص اللي وصلت له البشرية واللي هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان كنموذج برك، هذا كمثال برك، كمثال هذا النص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصبح وثيقة عالمية، هذا النص لا يوجد بهذا الشمول وبهذا الدقة، لا نجده في حتى دين، نجد ربما بعض الشغرات منه هنا وهناك في الأديان، ولكن بهذا المستوى، بهذا التكامل، بهذا الدقة، بهذا المستوى، هذا يعني بهذا الشمول وهذا المستوى والعمق ما وجدناه، لا نجده في حتى دين. وهذا من يعني دليل على أن المنجز الإنساني فعلا تجاوز الأديان وبمراحل يعني كبيرة. وهذا لا يعني انه الاديان مانيش نقول، انا لا اقول شي با ان تران دي دير كو دو دير كو لي ريليجيون نو سيرف بلو ا ريان، مانيش عاد نقول باللي الاديان لا لم تعد تصلح لشيء، لا، الاديان يبقى عندها المكان نتاعها، ولكن في الجانب في المنجز، في جانب المنجز الفكري والمنجز الحقوقي والمنجز العقلاني، هذه يعني حقيقه الانسان تجاوزها بسنوات ضوئيه، تجاوزها بزاف. إذن هذا بالنسبة لي، وبهذا نكون ربما كاين مسألة أخرى، أنه قضية العلاقة بين الأديان والأنوار، العلاقة بين الأديان والتنوير دائما، هذه حقيقة أيضا تاريخية، دائما كانت علاقة نقدية، لأنه الآن الناس اللي قاعدين يفتخروا مثلا يتكلموا، يفتخروا بالرازي، يفتخروا بابن سينا، يفتخروا باللوي، ويفتخروا يفتخروا مثلا بجابر بن حيان، يفتخروا ابن رشد، يفتخروا بهذو كلهم، يفتخروا بهذه الأسماء لأنها تنتمي إلى الحضارة أو إلى الدائرة الحضارية الإسلامية أو الدائرة الحضارية العربية الإسلامية، سميها كما تبغي، سميوها كما تبغيو، ولكن الحقيقة التاريخية التي لا ينبغي أو لا يمكن لأحد أن يتجاوزها هي أن هاد الناس في الحقيقة أو في الواقع التاريخي تاعهم كانوا مهمشين دينيا، يعني هاد الناس لم يكن يعترف لهم بأنهم مسلمون، يعني ما نقدروش مثلا نحطوا واحد نعتبره مثلا ابن سينا وجابر بن حيان، نعتبرهم كمنتج إسلامي، يعني كمنتج إسلامي في الوقت اللي كاع الفقهاء كانوا يكفروهم وكانوا يعتبروهم ملحدين وزنادقة، هذا ماشي معقول، يعني هذا ماشي معقول. يعني الآن مثلا واحد كيما مثلا، هل الفاتيكان يقدر، الفاتيكان المسيحية الكاثوليكية مجسدة في الفاتيكان، هل يمكن أن تعتبر مثلا مارتن لوثر تعتبره مارتن لوثر، هل ممكن الكنيسة الكاثوليكية تعتبر الكلام نتاعو والكتب نتاعو من المنجزات الكاثوليكية، من المنجزات المسيحية الكاثوليكية؟ لا يمكن يعتبروا، لأنهم كفروه وأصدروا حكما بحرقه حيا. الفاتيكان أصدر البابا أصدر حكما ضد مارتن لوثر بحرقه حيا، فكيفاش معقول، كيفاش من جهة يأمرون بحرقه حيا، وكيف من جهة أيضا ومن جهة يفتخرون به، وكيفاش من جهة الفقهاء كلهم وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يكفرون، وهذا شفناها بالتفصيل في الحلقات الماضية، يكفرون كل التنويريين في التاريخ ويعتبرهم زنادقة، وكل من يجرؤ أن يرفع صوتا نقديا ضد النص الديني أو ضد تأويلاته كانوا يعتبرونه زنديقا أو ملحدا، وغالبا ما كانوا يحكمون بقتله وبتكفيره، حتى أنه في العصر العباسي داروا وزارة سموها وزارة الزنادقة، ديوان الزنادقة، كانت مختصة في البحث، يعني كشغل جهاز مخابرات خدمته عنده محور واحد، ملف واحد يخدم عليه هو الزنادقة، يحبس عليهم كي يلقاهم يقتلهم، يعني إلى هذا الحد داروا لهم ديوان، داروا لهم وزارة. مش معقول من جهة نحر، يعني نعفسوا عليهم وندرسهم بالبلدوزير تاريخيا حتى يولوا رماد، ونقتلهم ونقمعهم ونذبحهم، ومن جهة ثانية لما خلاص هذاك العصر في القرن العشرين لما صبحوا داخل في ذمة التاريخ، هذا الناس أصبحوا الآن أصبحوا مفاخر إسلامية، مفخرة الإسلام، يقول لك ابن سينا وما أدراك، مفخرة الإسلام، يا سي محمد هذا ابن سينا اللي راك تحكي عليه كل الفقهاء كفروه
كلهم كفروه اعتبروه زنديقا واعتبروه كافرا وملحدا وسموه شيطانا هو الذهبي في سير عالم النبلاء وغيره. جعل كل من ترجموا لابن سينا قالوا عنه انه كانه انه شيطان وليس لا بعالم ولا بفيلة ولا بحكيم ولا قالوا شيطان زنديق ملحد الى اخره. اذا يعني هذه الاسطوانه ينبغي ان يفوكتو ساكو ساسيس يعني هذه الاستصاغات هذه الاسطوانه يجب ان تذهب. يعني هكذا نكون انتهيت من اجابه على جميع الاسئله وفي الحلقه المقبله سانطلق في محور الاسلام والعلمانيه والى اللقاء.